تواصل بعض القطاعات تقديم خدماتها للحاصلين على جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا والمتعافين من الفيروس بناء على ما أعلنه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبناء على المستجدات والمعطيات. وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد الدكتور عادل الصياد استشاري الوبائيات والصحة العامة ورئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة أكد ضرورة تقيد المتطعمين والمتعافين بكافة الإجراءات الاحترازية في مختلف الأماكن. رسائل موجهة إلى طرفين، إلى المواطنين والمقيمين اللي رايحين يروحون إلى الأماكن المفتوحة وإلى القائمين على هذه الأماكن. يمكن أبدي بالقائمين على هذه الأماكن، إحنا بالتأكيد على التزامهم بالإجراءات والقائمين المقدمين خدمات في المطاعم في أماكن الألعاب في هذه الأماكن كلها مقدمين خدمات يجب عليهم الالتزام بالإجراءات اللازمة من لبس الكمامات من تأكد أن الأماكن المساحة كافية. هاي الإجراءات اللي ذكرت في الإعلانات اللي قدمت وزارة الصحة. الأشياء المهمة الأخرى إلى المقيمين والمواطنين اللي رايحين يستخدمون هذه الخدمات، المطاعم، أماكن الألعاب، السينما، الصالونات، من المهم جدا نعم حتى احنا بالتأكيد انهم متطعمين، هذا بلا إشكال مهم جدا. نعم. الأشياء الثانية اللي هي الإجراءات الوقائية، الكمامات، لبس الكمامات حتى داخل الأماكن، حتى إذا كنت متطعم، التباعد الاجتماعي، تتأكد أن في مسافة بينك وبين الأشخاص الآخرين اللي ما جايين معاك أنت في الأماكن هذه، إضافة إلى الغسل اليدين، الالتزام بهذه الأمور بالكحول الموجود وهذه الأمور. وإضافة يمكن نقطة أخيرة بعد، التوجيه المقدمين خدمة في هذه الأماكن إذا ما كانوا ملتزمين بالالتزام بذلك من أجل صحتهم وسلامتهم ومن أجل سلامة وصحة المستخدمين هذه الأماكن والمرتادين إليها.